بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المرحوم الطبرسي يبين بعض الروايات الأخرى التي ترجح كفة العالم على العابد، وتبين بعض فضل العالم على العابد، إلا أننا نرى في القرآن الكريم أن الغاية من الخلق العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن كانت الغاية العبادة، فكيف فضل العالم على العابد؟ نقول في الإجابة عن هذه الشبهة أن وجود الشيء متقوم بعلل أربعة. لا يوجد شيء إلا بعد توفر هذه العلل: العلة المادية، والعلة الصورية، والعلة الفاعلية، والعلة الغائية. لتوضيح هذا نقول أن السرير المصنوع من الخشب فيه علة مادية، العلة المادية الخشب المأخوذ من الشجرة مثلا. العلة الصورية هذه الهيئة الخاصة، وإلا الخشب قد يصنع منه أمور مختلفة، هذه الهيئة الخاصة هي العلة الصورية. أما الفاعل فهو النجار الذي يجعله هذه المادة بهذه الهيئة الخاصة. والعلة الغائية الاستفادة من هذا السرير، الجلوس عليه، النوم عليه مثلا. فإذن هنا علل أربعة. لا يصدر من الحكيم فعل إلا بوجود علة غائية أيضا. يمكن غير الحكيم اعتباطا يعمل، ولكن الحكيم لا يصدر منه إلا بوجود العلة الغائية. إن هناك غاية من هذا الفعل، لولا تلك الغاية لما أقدم على هذا الأمر. العلة الغائية يقولون عنها بأنها أول ما تنقدح في الذهن وآخر ما تقع في الخارج. يعني واحد لما يشعر بأنه يحتاج إلى دار للسكن حتى يستريح، حتى يسكن في هذه الدار، فأول ما ينقدح في ذهن، بعد ذلك يبدأ ويرى البناء والعمال ويأتي بالمواد ويبني البيت، وآخر ما يقع في الخارج هو السكن بعد توفر العلل الأخرى. ما هي العلة الغائية من الخلق؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العلة الغائية هي العبادة كما في هذه الآية المباركة. طبعا هنا ملاحظة بين قوسين، أن غير الله عز وجل لحاجته للوصول إلى تلك الغاية يعمل ويبدأ بالعمل ويصدر منه الفعل خارجا. إن أنا أحتاج إلى السكنة فأبني الدار لأسكن فيها، أحتاج إلى الأموال فأبني فأعمل فأتاجر لأنتفع، هذه حاجة بالنسبة إلى الفاعل. في الله عز وجل الحاجة ملغية، الله غني عن كل شيء لا يحتاج. فبعض الأحيان العلة الغائية تكون بالنسبة للخلق نفسه،
يعني مو أنه الله يحتاج إلى خلق الإنسان أو للعبادة، وإنما الإنسان للوصول إلى تلك الدرجات العالية عليه أن يتعبد. فالعلة الغائية إنما هي حاجة للخلق مو حاجة للخالق. الله غني ليثيبهم ليعطيهم الدرجات الرفيعة. نأتي إلى هنا، إن كانت العلة الغائية الخلق للخلق العبادة، فكيف هذه الروايات المتواترة ذكر بعضها الطبرسي رحمه الله في الاحتجاج لأن العالم أفضل من العابد؟ نقول قد تكون علل غائية متعددة طولية. يمكن واحد يسأله رجل دين شنو ليش تدرس، يقول لكي أصبح مجتهدا مثلا، وهذه الغاية الأولى. ثم ماذا؟ أخدم التشيع من مسند ومن هذا الكرسي. غاية أخرى وهدف آخر. الهدف الأول الاجتهاد، ولكن هناك هدف آخر أسمى من هذا الهدف. صرف الاجتهاد هو ما إلى يعني موضوعية، وإنما الاجتهاد ليستنبط المسائل ليبين الحقائق الشرعية للآخرين حتى ينقذ الآخرين من الجهالة إلى الهداية، من الضلالة إلى الهداية، من الجهالة إلى العلم. فإذن هناك قد تكون أهداف متعددة للإنسان وأن يقتصر على هدف واحد. الآيات المباركة تذكر أهداف متعددة من خلقة الإنسان، مو فقط إلا ليعبدون. في آية أخرى، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. الغاية من الحياة ومن الموت الامتحان والافتتان والابتلاء، هذه أيضا غاية. في آية أخرى، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. الغاية من خلق السماوات والأرض العلم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، هذه أيضا غاية. إذن هناك غايات متعددة. وهناك آية أخرى وردت الروايات في أن هذه الآية التي سأتلوها عليكم هي نسخت الآية السابقة بأنه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الآية التي سأتلوها ناسخة لتلك. طبعا النسخ في القرآن شنو معناه؟ هذا في بحث في محله، ولكن يعني هذه الآية ناظرة إلى تلك الآية، هسه مبينة مفسرة مغيرة، بس المعنى في محله حول الناس. الله عز وجل في هذه الآية الأخرى يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. علة الخلق في هذه الآية أن الله يريد أن يرحم عبده، إلا من رحم ربك ولذلك يعني وللرحمة خلقهم، خلق الإنسان للرحمة. إذن ما هناك أهداف قريبة متوسطة بعيدة، هدف أسمى. الهدف القريب الامتحان، الهدف المتوسط العلم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، الهدف الأعلى العبادة، والهدف الأسمى اللي هو قد يكون هدف الأهداف أو غاية الغايات، الرحمة، استنزال الرحمة الإلهية. وفي بعض الروايات أن هذه الآية نسخت أو ناسخة لتلك الآية، أن العبادة ناسخة سمعنا مكملة للطريق، وليس في موضع لسنا في صدد بيانه هذا الأمر. طيب، لاحظوا بعض الروايات في صحيح أبي عبيد الحذاء المرحوم الكليني في الكاف الشريف يذكر الرواية،
قال سألت أبا جعفر عليه السلام قوله إلا من رحم ربك، قال هم شيعتنا ولرحمته خلقهم، وهو قوله عز وجل ولذلك خلقهم، يقول لطاعة الإمام. الهدف من الخلق طاعة الإمام، أن تعرف أن تطيع الإمام، أن تتعبد بما يقوله الإمام، أن تقول القول مني ما قاله محمد وآل محمد. وعن الإمام الباقر أيضا عليه أفضل الصلاة والسلام لا يزالون مختلفين في الدين إلا من رحم ربك، يعني آل محمد صلى الله عليه وآله وأتباعهم، ولذلك خلقهم، يعني أهل رحمة لا يختلفون في الدين، دينهم واضح لا اختلاف في الشريعة عندهم، أصحاب دين متمسكون بعقيدتهم. في رواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال سألته عن قول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الرواية التي تبين النسخ، قال عليه السلام خلقهم للعبادة، قال قلت، الراوي يقول، وقوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال نزلت هذه بعد تلك، يعني هذه الآية المباركة نزلت بعد الآية السابقة اللي تدل على العبادة. بل طبعا هذه هي الإجابة الأولى عن الشبهة، هناك إجابة أخرى أيضا، بل نقول بأن في روايات متعددة أن العابد أدنى مرتين عن العالم، أدنى بمرتين. في هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله فضل العالم على الشهيد درجة، بس شنو الدرجة؟ في بعض الروايات النسبة بين درجة ودرجة، في بعض الروايات أن النسبة بين كل درجة ودرجة عدو الفرس 70 عاما. طبعا هذا كان مبين لبيان مقدار فهم المستمع، بس هذا العرب يقول درجة ودرجة، اللي جاي يستمع إلى الرواية ما يفهم، فالإمام يريد يبين أن الفاصلة كبيرة وكثيرة جدا، فيقول فرس تعدو 70 عاما هذه الفاصلة، الفرس أسرع من الجمل ومن الناقة، فيعني فاصلة كبيرة كأنما في الشيء لا يقاس. فضل العالم على الشهيد في رواية رسول الله صلى الله عليه وآله درجة، وفضل الشهيد على العابد درجة، إذن العابد تأخر عن العالم بدرجتين، وفضل العالم على سائر الناس كفضلي على أدناهم. هكذا رسول الله يقول بأن العالم يشبهه بنفسه، يعني فضله كفضله في هذه الرواية. تلك الآية الأخرى أيضا مساندة لهذا المعنى، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني درجات دنيوية درجات أخروية فيها إطلاق، الله يرفعهم في الدنيا والآخرة حسب إطلاق الآية المباركة. هناك إجابة أخرى، أنه ما المقصود من العبادة إلا ليعبدون؟ من هو العابد؟ من هو العابد؟ العابد الذي لا يملك شيئا أبدا أصلا، مملوك لمولاه، عبد قن محض، هذا معنى العبودية. فأن يكون الإنسان مسلما أمره كله لله عز وجل، هذا معنى العبد. فإلا ليعبدون يعني إلا أن يصل إلى درجة العبودية، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه درجة عالية جدا، أن لا يكون للإنسان حول حقيقة ولا قوة حقيقة إلا بالله عز وجل، هذا لا تنافي. نعم، حتى يصل الإنسان إلى هذه المرتبة العالية أن يكون مسلما التسليم المحض، الخضوع المحض أمام الله وأمام مواليه،
الآن ما المعصومين هذه درجة عالية طبعا، مو أي واحد يمكن أن يصل أمامها إلى هذه الدرجة، يعني أن يترك الذنوب كلها، بل الدرجة الأعلى أن لا يفكر في الذنب، كما في القضية المعروفة بين السيد الرضي والسيد المرتضى رحمهم الله المنقول عنهما، أن يفعل الواجبات كلها، أن لا يريد إلا ما أراد الله، أن لا يرضى إلا بما رضي الله له. منقول يمكن في البحار، أنا شايف الرواية قبل فترة طويلة، أن هناك صائد للسمك كان يعيش على ضفاف البحر طول عمره، الناس يجون هو يصيد السمك ويبيعهم. ففي يوم من الأيام البحر مواج، أمواج كثيرة، فهو هم طلع إلى البحر واصطاد السمكة، بس الناس من القرى المجاورة ما أجوا للبحر، قالوا أنه ماكو سمك حتى نروح نشتري هذا الهواء غير المستقر. فانتظر شاف ماكو مشتري، ماكو من يأتي ويأخذ منه السمك، فأخذ السمكة بعد سنين من عمره اللي كان دائما هناك يعيش إلى القرية أو إلى المدينة المجاورة، فحتى يبيع هذه السمكة. رأى أنه هناك دار مفتوحة، ناس يروحون يجون، هو هم قال يمكن هنا دار الاستراحة، ذهب إلى هذه الدار، صالة كأنما دار للعبادة. فخرج الناس، رأى أن هناك رجل متقدم في حالة خضوع، حس على تعبير يمكن يركع يسجد، حس على طريقتهم في عبادة الله عز وجل. استغرب أنه لا أجد شخصا أمام هذا الخاضع العابد، أنه راكعا ساجدا أو بطريقته، ولا أجد صنما أو شيء، هذا خضوع لمن إذن؟ استغرب. هذا الرجل أراد الخروج بعد أن أكمل عبادته، فسأله قال أنا مستغرب، أنت كنت تظهر الاحترام والخضوع والخشوع لشخص، بس أنا ما شفت أي واحد في المسجد، ماكو أي واحد، إذن هذا خضوعك لمن كان؟ قال له خضوعي لله. قال من هو الله؟ لم أسمع به. قال الله ما تعرفه؟ الله هو الذي خلقنا، هو الذي رزقنا، هو الذي بيده أمورنا، يجب أن لا نتحرك ولا نتفوه إلا بإذنه. قال عجيب، أنا ما كنت أدري. طيب، فخرج هذا العابد، وبعد فترة يوم أكثر أقل رجع، وإذا بهذا صائد السمك في المسجد قاعد ووجهه مصفر. قال ها أراك هنا. قال أنا ما أتحرك من مكاني ما دام عندي رب خالق بيده أموري، ما أتحرك من مكاني إلا أن يأذن لي، وأنا أنتظر إذنه. شوفوا هذا صائد السمك بدقائق محدودة أصبح من أعظم العرفاء. شنو العلم؟ هو هذا العلم، أن يعلم أنه عبد مملوك قن لا يتمكن أن يتحرك إلا بإذن مولاه. قال أنا أنتظر أن يأذن لي، وألا ما أتحرك من مكاني، لا أملك لنفسي شيئا نفعا ولا ضرا. إذن العبودية يعني الامتثال لله، العبودية الامتثال لأولياء الأمر، أن يخطو الإنسان كما خطاه في العقائد في الأحكام في الأخلاق. وما أكثر المشاكل هسه في البيوت استطرادا، أنه من عدم الاهتمام بطريقة أهل البيت، من عدم أخذ سيرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها وأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام في البيت. طيب، إذن الخلقة اللي غاية الخلق، العبادة اللي غاية الخلق يعني العبودية، العبودية لا تكون إلا بعد المعرفة طبعا، إلا بعد العلم. ولا واحد عامي ما يعرف رب العالمين، ما يدري عظمته، ما يدري قوته، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العالم يخشى الله لأنه يعرف. كان السيد الوالد رحمه الله يقول بأنه هناك صنفان من العلماء، إن كانوا ملحدين
يعبدون الله عز وجل ولو في أخريات حياتهم. علماء الذرة وعلماء المجرة. علماء الذرة لأنه كل ما يصبر ويدخل ويغور يشوف عوالم متعددة في الذرة، فهذا يصل إلى قناعة بأن هناك خالق موجد. وعلماء المجرة كلما يرتفع يرى العالم العظيم وإنا لموسعون، فلذلك يصبح موحدا. وهناك إجابة ثالثة في بعض الروايات: إلا ليعبدون إلا ليعرفون. بيّنت العبادة بالمعرفة، والمعرفة طريق للعبادة الصحيحة. طيب، بعد هذه المقدمة نذكر هذه الروايات الشريفة. وعنه عليه السلام، عن الإمام الحسن العسكري بالإسناد المتقدم، قال: قال موسى بن جعفر. طبعا الشيخ الطبرسي رحمه الله هنا في المقدمة يسعى أن يأتي من كل إمام إمام برواية أو روايتين إذا وجده. طبعا يعني مثلا عن الإمام السجاد ما ذكر رواية، أما عن بعض الأئمة بالترتيب ذكر الرواية من رسول الله إلى الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام. قال موسى بن جعفر عليهما السلام: فقيه واحد ينقذ يتيما من أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا. حالنا نحن انقطعنا عن الأئمة وانقطعنا عن مشاهدتهم بسوء توفيقنا وبسوء فعلنا. ماذا يفعل هذا الفقيه؟ بتعليم ما هو محتاج إليه من معالم دينه، من العقائد، من الأحكام، من الأخلاق، أشد على إبليس من 1000 عابد. لأن العابد، العلة هم مذكورة في الرواية، لأن العابد همه ذات نفسه فقط، ينقذ نفسه من الشيطان ليدخل الجنة. وهذا يعني العالم همه مع ذات نفسه ذوات عباد الله وإمائه، أن ينقذ عباد الله، أن ينقذ إماء الله عز وجل، لينقذهم من يد إبليس ومردته. المارد يعني الطاغية الذي يأتي ويذهب نشاطا، يعني عند مجموعة لا يتعبون لا يكلون، شغلهم هذا أن يأتوا ليسببوا الانحراف ويلقوا الشبهات في عقائد الموحدين. فلذلك هو يعني العالم أفضل عند الله من 1000 عابد وألف ألف عابدة. هل هنا خصوصية أنه أفضل من 1000 عابد ومليون عابدة أم لا؟ للبيان هكذا، للمبالغة، يعني لبيانه عظم الأمر بالنسبة للعلم. وعنه الإمام العسكري سلام الله عليه قال: قال علي بن موسى الرضا عليهما السلام: يقال للعابد يوم القيامة: نعم الرجل كنت، همتك ذات نفسك، وكفيت مؤونتك، فادخل الجنة. طيب، ألا إن الفقيه من أفاض على الناس خيره، الفقيه يعني من يستفيد منه الناس، وأنقذهم من أعدائهم. إذا أكو نسخة بدل تفضلوا، لأنه كأنما بعض الروايات فيها نسخ مختلفة. وأنقذهم من أعدائهم ووفر عليهم نعمة جنان الله تعالى. مو بس هو اللي يروح للجنة، يأخذ أيدي الباقين حتى يأخذهم للجنة، هاي نعمة فضيلة. وحصل لهم رضوان الله تعالى، مو بس هو رضوان من الله أكبر، أعظم النعم في يوم القيامة أن يحس أهل الجنة أن الله راض عنهم كما في الآية: ورضوان من الله أكبر من كل شيء، من كل النعم. ويقال للفقيه: يا أيها الكافل الأيتام آل محمد الهادي لضعفاء محبيهم ومواليهم، هديتهم محبيهم مواليهم، قف حتى تشفع لكل من أخذ عنك أو تعلم منك. فيقف فيدخل الجنة معه فئاما وفئاما وفئاما، يعني جماعات كثيرة من الناس الذين هداهم ببركته تغيروا. قد لا يبخل الإنسان بكلمة، من بعض الأحيان نشوف هذا الرجل فاسق، هذا منه قاعد يتأثر بكلامي؟ وكثير من الأعلام يقولون بأن
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرطه احتمال التأثير. فإذا واحد يقول أنا متأكد هذا ما يتأثر، لا، ليش أنت متأكد ما يتأثر؟ يمكن من كلامك ما يتأثر، ولكن لو قلت هذه الكلمة قد تؤثر بعد 20 سنة في حياته، تغير 180 درجة. يمكن أنت تقول وغيرك يقول، إذا 1000 واحد يقولوا له يمكن يغير قناعاته. أنتم لاحظين بعض الأحيان واحد أدفت قناعة قوية بالعدم، 4-5 لما يتكلمون وياه يشوف لا، بس ما كان مصمم على أن لا يفعل، بس هذا تصميمه يتزلزل. يمكن إذا يقولوا له فد 10 يغير أصلا قناعته ويبدأ بالعمل. القناعات تتغير بالكلام، فواحد ما لازم يبخل. أنت تقول هذا ما يتأثر، من قال ما يتأثر؟ أولا كسبت الأجر والثواب، وهذه نعمة وفضيلة ولها الموضوعية، واحد هو يحصل درجة. ثانيا إن شاء الله قد يتأثر، الله يجعل في كلامك التأثير. حتى قال 10، يعني فئاما وفئاما إلى 10 مرات، يعني جماعات كثيرة، كل فئام يعني جماعة كثيرة. وهم الذين أخذوا عنه علومه وأخذوا عمن، يعني أخذوا عنه علومه بالمباشرة علمهم، وأخذوا عمن أخذ عنه وعمن أخذ عمن أخذ عنه إلى يوم القيامة. يعني إحنا الآن كلنا على مائدة الزرارة رضوان الله عليه، هؤلاء الرواة على مائدة الكليني رضوان الله عليه، أوصلوا لنا معالم ديننا. فإذا فقيه يكتب له كتاب يهدي له جماعة، وهؤلاء الجماعة يؤثرون في هداية الآخرين، وهكذا كل هذا الخير إلى يوم القيامة يأتي إليه، يوم ينقطع العمل إلا من 3. وأخذوا عمن أخذ عنه وعمن أخذ عمن أخذ عنه إلى يوم القيامة. فانظروا كم صرف ما بين المنزلتين، إجت فاضل موجود بين العالم والعابد، قد فرق شاسع أكثر من السماء إلى الأرض. وعنه، هذه آخر رواية ونكتفي بها، وعنه عليه السلام قال: قال محمد بن علي الجواد عليهما السلام: من تكفل بأيتام آل محمد المنقطعين عن إمامهم، المتحيرين في جهلهم، الأسارى في أيدي شياطينهم. الشيطان موجود ولا سمح الله قد يستحوذ عليه على الإنسان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فواحد في شبك الشيطان، في شرك الشيطان، مبتلى، هذا موجود. فالعالم يجي وينقذه، يهدي ولو بمسألة ولو بكلمة. الأسارى في أيدي شياطينه، والشيطان يجري في الإنسان، موجود في الإنسان. وفي رواية أنه سؤل عن رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا: هل لك، هل معك شيطان؟ قال: معي ولكنه سلم لي. إبليس لعنه الله حتى عن رسول الله صلى الله عليه وآله، مو أنه عنده أمل، بس تريد السنة الإبليسية مالته لا تنقطع. على كل فرد مو شيطان، شياطين، مثل الذباب في بعض الروايات، اللحم البائت شلون الذباب يجتمع حوله، الشياطين هكذا يحومون حول الإنسان ليغروه ويجذبوه إلى النار وإلى الحضيض. فرسول الله قال: هو هم خلاه لشيطان ولكنه سلم لي. هسه سلم يعني هو تسليم، يدري أنه ما يقدر يأثر، فقاعد راحة يقول زين أنا موجود فقط مو أنا. الأسارى في أيدي شياطينهم وفي أيدي النواصب من أعدائنا. النواصب من أعدائنا هذا شنو؟ أسير عقدي، يطرحون كل يوم عليه شبهة، كل يوم عليه قضية. فاستنقذهم منهم وأخرجهم من حيرتهم وقهر الشياطين برد وساوسهم. الشيطان يشوف هنا أكو فدرع حصينة ما يقدر، هذا وسواسه ما يأثر. وقهر الناصبين بحجج ربهم ودلائل أئمتهم. يقهر الناصبين لأنه للناصب أدلة ظاهرية مغالطات، فهناك حجج إلهية، هناك دلالات من الأئمة عبر الروايات وصلت إلينا. ليحفظوا عهد الله على العباد بأفضل الموانع، يعني توجد عندهم موانع
ودروع سميكة حصينة لا تؤثر فيهم هذه الشبهات بأكثر. شنو هذا فضله؟ بأكثر من فضل السماء على الأرض. الأرض والسماء، الأرض نقطة في بحر. أكو بعض التقارير العلمية يمكن مطالعيها أو شايفيها أنه عندما المجرات المتعددة الموجودة اللي مجرت هذه درب التبانة كذا هي تكون نقطة، والأرض في هذه المجرة نقطة في بحر أو ذرة في صحراء. شنو فضل السماء؟ يمكن يعني هسه سماء الدنيا أو كل العوالم الفوقية على الأرض لا يقاس، بل أكثر من ذلك. والعرش، شنو العرش؟ العرش في رواياتنا موجود محدود مخلوق. بس أخذنا الوقت، يمكن أن نكمل طبعا في ليلة الأحد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.